بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة هنتعرف على طريقة تشغيل برنامج برنت ويب اللي هو بيطبع من على موقع الوزارة. البرنامج بيبقى بتحمله، هو اسمه برنت ويب براوزر، وهو برنامج مضغوط بتضغط على كليك يمين عليه وبتضغط اكستراكت تو برنت ويب براوزر، تضغط عليها هيقوم فكك ضغط وجاي مفتوح في الملف اللي اسمه برنت ويب براوزر بس مش مضغوط، ملف عادي. بضغط عليه مرتين بيظهر لي ملف التشغيل، بضغط عليه برضو مرتين واستمر معاه هيقوم يفتح لي يسطبه وينزله لي على سطح المكتب، يفتح وهيسطبه لي على سطح المكتب. اروح على سطح المكتب هلاقيه موجود اهو، عليه بقى مكتوب ايه؟ الطباعة من وزارة التربية والتعليم. اول مرة خالص هفتحه، اضغط كليك يمين واضغط ان انا اشغله كمسؤول، run as administrator. هروح ضغط على run as administrator ودي اللي بتبقى بس اول مرة فقط، واقول له yes. بيفتح لي صفحة بالشكل اللي انت شايفه ده، بروح على بيانات التلميذ او بيانات معلم او الاكاديمية او بيان بوابة الثانوية او التعليم الفني او روابط اخرى اللي هو مركز معلومات والادارة الالكترونية. كل الحاجات دي اهي كلها موجودة اهي. لو رحت على بيانات التلميذ، بروح مثلا على استمارة التلميذ او على الصفحة الرئيسية اهي، واروح اعمل دخول، وبعدين بكتب كلمة السر العادية، اسم المستخدم ورقم مسلسل وكلمة السر، واضغط تسجيل دخول، وبروح على صفحة بيانات التلميذ عادي. كذلك ممكن اعملها مع مدارس حكومية او بيانات المعلم، واروح على مدارس حكومية او بيانات معلم، او اروح على الصفحة الرئيسية اللي انت عايز اعمله وتختار منها اللي انت عايز. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.